المختبر برنامج يقدم معلومات عن فوائد الفحوصات المخبرية من تقديم الدكتور محمد عسعيس، دكتوراه في المختبرات الطبية وأمراض الدم. المختبر برنامج يومي عبر أثير أجيال. أهلا وسهلا بمستمعي ومستمعات أجيال عبر منصاتها المختلفة. فحص الكالبروتكتين. يعرف الكالبروتكتين بأنه عبارة عن بروتين يتم إنتاجه من خلايا الدم البيضاء كرد فعل مناعي التهابي نتيجة لعدوى بكتيرية أو طفيلية أو مناعية، وعليه تزداد نسبة الكالبروتكتين عند الالتهابات التي تصيب الأمعاء مثل مرضى القولون التقرحي المزمن أو مرضى الكرونز وغيرها من الأمراض. يعتبر فحص الكالبروتكتين من الفحوصات الهامة للكشف عن التهابات الجهاز الهضمي، حيث يستخدم للتمييز بين داء الأمعاء الالتهابي ومرضى القولون العصبي، حيث تشير العديد من الدراسات بأن دقة فحص الكالبروتكتين في التمييز بين المرضين تزيد عن 80%، كما ويستخدم كبديل أولي عن المنظار للكشف عن الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي. في حال تبين ارتفاع في فحص الكالبروتكتين فإنه يعطي مؤشر على وجود الالتهاب في الجهاز الهضمي، ويعطي الطبيب إشارة لإجراء التنظير للتأكد من نوعية وماهية الالتهاب. يتم إجراء فحص الكالبروتكتين في العديد من الحالات مثل وجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل أعراض هضمية كآلام البطن والنفخة والإسهال الدموي وغيرها من الأعراض. أيضا يعتبر فحص الكالبروتكتين أداة مهمة في التشخيص ومراقبة شدة المرض، بالإضافة إلى مراقبة استجابة المريض للعلاج ومدى نجاح العلاج، بالإضافة إلى الكشف عن عودة المرض. من الجدير بذكره بأن فحص الكالبروتكتين يرتفع في حالات أخرى غير الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي مثل سرطانات الجهاز الهضمي وبعض الأدوية، والالتهابات مثل التهاب الزائدة الدودية وحساسية القمح وغيرها من الأمراض. يعتبر نتيجة فحص الكالبروتكتين ما دون 50 مايكروغرام لكل جرام سلبية أي طبيعية، وتشير غالبا إلى وجود مرض آخر غير داء الأمعاء الالتهابي كمرض القولون العصبي أو حساسية الطعام، بينما تعتبر النتيجة أعلى من 150 نتيجة إيجابية ومرتفعة، وتشير إلى وجود داء الأمعاء الالتهابي أي التهاب في الجهاز الهضمي مثل القولون التقرحي المزمن أو مرض الكرونز أو استجابة مناعية في الأمعاء. يتم إجراء فحص الكالبروتكتين عن طريق البراز، ويتم إصدار النتيجة خلال ساعتين. استنونا في حلقة جديدة عن فحص ومعلومة جديدة. دمتم بصحة.